بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقلنا إن الأصل في الآية كتم صفاته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة عند أهل الكتاب، والله حين يعرض هذه القضية ليبين لنا موقف الجزاء من الذين يكتمون ما أنزل الله، يحب أن ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس قاصرا على هؤلاء، وإنما ينسجم مع كل من يكتب ما أنزل الله من البينات. إذن فذلك فيه واقع من أهل الكتاب، وفيه تحذير للذين يؤمنون بالإسلام وبنبي الإسلام أن يكتموا، وإلا صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء. قلنا إن الآيات تضمنت ثلاث حالات: الحالة الأولى الذين يكتمون، وبين أنهم يلعنون، ثم استثنى الحق من تاب إلى الله ولم يمت إلا على توبة، فهؤلاء يتوب الله عليهم. أما الذين يموتون ولم يتوبوا فأولئك يوجد لهم لعن جديد في الآخرة. إذن فهناك لعن في الدنيا إلى أن يتوب الذين يريدون أن يتوبوا، ومن لم يتب ومات على ما كان عليه من الكتمان فإن له لعنة أخرى تختص به يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن اللعنة يقصد الطرد والإبعاد بغضب وزجر، لأن الطرد يوجد فيه نوعان: نوع إبعاد تأديب، ونوع إبعاد تهذيب تعذيب. أما إبعاد التأديب فلا يوجد بغضب، لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه وإنما يغضب لمن يؤدبه، ولكن الذي يبعد للتعذيب شيء آخر. الحق سبحانه وتعالى حين يفتح باب التوبة للعبد يريد بقوله تاب عليهم ليتوبوا. إذا مد التاب تأتي من التائب، وهو تاب فلان إلى الله وتاب الله على فلان، المادة واحدة، إلا أن المعنى في تاب الإنسان إلى الله أي رجع عن عصيانه ورجع عن ذنبه، وفي تاب الله عليه يعني قبل توبته، فبعد أن كان مقدرا له أن يعذب رجع الله عن تعذيبه. تبقى إذن التوبة هي كلها رجوع، فمن رجع عن الذنب رجع الله عنه في العقوبة. ولكنهم حينما يأتون في العبد يقولون تاب العبد، وحينما تنسب التوبة إلى الله يقول تاب الله على العبد. إلا أن آية في القرآن ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقدم التوبة عليهم من الله على التوبة منهم، ما تاب عليهم ليتوبوا. نقول له يجب أن تفهم أن التوبة حين شرعها الله
وقننها، قننها ليفتح باب الرجوع إليه. ولكن من يرجع تقبل توبته. إذن هناك ثلاث مراحل. مرحلة أولى هو أن الله شرع التوبة، ومرحلة ثانية أن يتوب العبد، مرحلة ثالثة أن يقبل الله التوبة. يبقى قولهم تاب الله، تاب عليهم ليتوبوا، أي شرع لهم إيه؟ التوبة. فإذا ما تابوا تاب عليهم، أي قبل، أي قبل توبته. وكلها رجوع، هذا رجوع عن المعصية والذنب، وذلك رجوع عن العقوبة، عن العقوبة. الذين كتموا يلعنهم الله لعنا دنيويا، ويلعنهم اللاعنون. هنا إبهام في اللاعنين، يلعنهم الله مفهومة، واللاعنون من هم؟ في الآية التي تأتي بعد ذلك لعنهم، يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى إذن بين اللاعنين في الآية الأولى، إلا أن إبهام اللاعنين في الآية الأولى يجب أن نفهم منه شيئا. هذا الشيء هو أن اللعنة في اللاعنين عام من عن الناس، يعني يدخل في اللعن غير الناس، بمعنى أن كل شيء في الوجود يلعنه، كل شيء في الوجود يلعنه. فإذا ما حبس الله الري عن قوم لعصيانهم يلعنهم النبات لأنه حرم الري، وتلعنهم الحيوانات لأنها حرمت الري، وتلعنهم الأمكنة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من عليه الأمكنة من التسبيح لله، ما شاء الله. ولكن في الآخرة لا ري لنبات ولا ري لحيوان، فسيكون اللعن قاصرا على من؟ على الله والملائكة والناس أجمعين. نقول له ولكن كلمة الناس، ما مدلول كلمة الناس؟ الناس هم بنو آدم، من آدم إلى أن تقوم الساعة. طب وهؤلاء مؤمنون وكافرون، فمن الكافر من الناس من كفر، كيف يوجد اللعن ممن كفر مع أن الكافر هو الملعون؟ ويؤكدها الله بقوله الناس أجمعين. لازم نفهم دي ازاي جت بقى من الناس من ايه؟ من كفر، وهؤلاء الكافرون هم الملعونون. يبقى كيف يتأتى هذا؟ نقول له لأنهم حينما كانوا في الدنيا وجد خادع في دين الله، ووجد مخدوع في دين الله. ولكن إذا منجلت أمور الآخرة ماذا يكون الموقف؟ فضح الخادعون وأسقط في يد المخدوعين. ولذلك سيقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويقول أيضا كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذن فالكافر سيلعن الكافر. يبقى إذن اللعنة موجودة من مين؟ من الناس أجمعين. حتى في الدنيا نقول الذين يكفرون بمنهج الله وينحرفون، أيوجد منحرفون إلا إن وجد منحرف عليه؟ لازم. هل المنحرفون سيظلون منحرفين، أم في وقت ما سيكون المنحرفون في جهة منحرف عليهم في جهة أخرى؟ الذي انفلت عن منهج الله وظلم، برضو يوجد آخر منفلت عن منهج الله فيظلمه. ساعة يظلم هذا من هذا يلعن الظالم، يلعن الظالم من المظلوم. إذن فسيتقارضون اللعن.
لأن الانحراف لن يكون من جماعة، دائما هي المنحرفة، ودائما هؤلاء منحرف عليهم، بل المنحرف عليه في شيء سيكون منحرفا في شيء آخر، فساعة يكون منحرفا يلعنه المنحرف عليه، وساعة يكون منحرف عليه يلعن المنحرف. إذن فالعملية ستنتهي إلى أن المنحرفين عن منهج الله سيتلعنون. إذن فاللعنة صادرة من كل الناس أم لا؟ لعنة صادرة من كل الناس. إحنا قلنا أن اللعن طرد بغضب وزجر، ليه؟ علشان يخرج الإبعاد التأديبي، الإبعاد التأديبي، لأن لما تطرد عن غضب وتزجر أن لا يعود يبقى فيه تصميم على التعذيب، إنما لما تبعده بس كده علشان تهذبه بس يبقى ده ما فيش فيه إيه؟ تعذيب، بل إيه؟ إبعاد تأديبي، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتخلفين في غزوة تبوك. انظروا إلى دقة التأديب الإسلامي. صلى الله عليه وسلم لم ينشئ سجنا إسلاميا، بمعنى إن اللي ينحرف يسجنه، لا، ترك المنحرف حرا طليقا في المجتمع، ولكنه سجن عنه المجتمع. هذه العظمة، ليه؟ لأن قدرة من بيده الأمر على واحد منحرف سهلة، ولكن قدرته على جماعة هذه العملية الصعبة. يحجز واحدا في سجن انتهت المسألة، قدرة محدودة، لكن يأتي ويتركه في الناس وفي الجمهور ويقول للجمهور اعتزل هذا. شوف الانصياع من الجمهور يبقى ايه شكله. ادي العظمة بقى، ادي الايه، ادي العظمة. يبقى مش العظمة انك انت تسجن المنحرف، ده العظمة ان تسجن المجتمع عن المنحرف وتجعله يعيش بينه. في تبوك يسمونها غزوة العسرة، العسرة يعني جاءت المشقة، مشقة من كل جهاتها، مشقة لبعد الشقة بين تبوك وبين المدينة، مسافة طويلة قوي، مشقة في الراحلة، العشرة يعتقبون على راكب على راحلة. شوف بقى، عشرة يركبوا ده هذا بعض الوقت وذلك بعض الوقت وذلك، عشرة على راحلة، يبقى عسرة في الراحلة وعسرة في المسافة وعسرة في الزاد. الزاد يقول لك كنا نأكل التمر بدوده، وكنا نأكل الإهالة الزنخة، الإهالة يعني الشح مزنخ. عسرة في الماء، يذبحون البعير ليشربوا من فرسه الماء. عسرة في الجو، كان قيظ وحمرة. المسألة صعبة، نعم، فكان كل هذه المسائل تخلي لا يخرج إلى الغزوة إلا الصادق في يقينه، الصادق في يقينه، لأن حر، وطبعا مدام حر بقى وطابت الثمار والظلال ايه يكلفهم هذا. ولذلك بعضهم حدثته نفسه ان يظل، فلما جلس قال اظل ظليل وراحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيظ، والله لا يكون هذا ابدا. تنقى واحد تاني يرى عنده ضيعة، حائط يعني بستان، وفي الظلال، وقعد بص للحد، قال له أيها البستان، أنت الذي منعتني أن أكون في ركاب رسول الله، والله لا تكون ملكي بعد الآن، وأنت لله في سبيل الله. انتهت المسألة. أيوة. يجي واحد تاني يقعد، وبعد ذلك الظلال طيبة كده والثمار والمش عارف إيه، المرأة الجميلة، هأجلس في ظل ورطب وماء وامرأة حسناء ورسول الله في حمرة القيظ. إذن دي مسألة
ابتلاء للايه؟ للإيمانية. بعض المنافقين تخلف، فلما جاء رسول الله اعتذروا بأنهم لم يكونوا يملكون، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وترك سرائرهم لله، إلا ثلاثة صدقوا وقالوا يا رسول الله ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا، وعندنا 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 وعندنا، فأقروا. فلما أقروا قال لقد صدق هؤلاء. فالذين قالوا إننا لنا عذر ما كناش عندنا سابهم رسول الله، واللي قروا قالوا لا كان عندنا ولا عذر لنا في التخلف صب رسول الله صلى الله عليه وسلم إبعاد التأديب، إبعاد التأديب، وقال لا يكلمون ولا يخاطبون ولا يتعامل معه، فحجز عنهم المجتمع. اتنين منهم استكانوا وظلوا في بيوتهم، هلال بن أمية ومرار بن الربيع، وكعب بقى بن مالك هو ده اللي بقى يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد، يذهب للصلاة مع رسول الله ويسارق النظر إلى رسول الله، يسلم على رسول الله، ثم يقول فأنظر أحرك شفتيه برد السلام أم لا، فلا يرد عليه السلام، إلا أنه كان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرى عيني كعب متجه إليه يغمض عنه، وحينما ينصرف كعب ينظر إليه. لأن ده موضوع وسيلة الإيضاح. وبعد ذلك ضاقت به المسائل، فذهب إلى ابن عمه أبو قتادة وتسلق عليه الحائط. معنى تسلق عليه الحائط لأنه لو قرع لن يفتح له، فلما تسلق عليه الحائط برضو لوى وجهه عنه. أنشدك الله، أنشدك الله، فلم يرد عليه. أنشدك الله، أتعلم أني أحب رسول الله، أتعلم أني مجعله، فلم يكلمه. فلما أغلظ عليه القول قال له الله ورسوله أعلم، ما لنا شغل. فلما مضت 40 ليلة على هذا، إذا برسول رسول الله يصعد التأديب فيطلب من الرجال الثلاثة أن لا يقربوا نساءهم. يبقى نجحت التجربة في أنه عزل المجتمع الإسلامي عن هؤلاء، بقي أن يذهب إلى المجتمع الخاص، الرجل مع امرأته، فقال كعب لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقها؟ قال لا لا تقربها. فقال قوم لكعب اذهب إلى رسول الله، أو فلتذهب امرأتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستأذنه في أن تظل معك لتخدمه، فقد استأذنت امرأة هلال بن أمية رسول الله فأذن لها أن تخدمه. فقال لي والله لا أفعل، لأن امرأة هلال حينما ذهبت إلى رسول الله قال لها لا يقربنك، فقالت له يا رسول الله والله إن هلالا ما به حركة لشيء، فأذن لها أن تظل فتخدم. فقال كعب بن مالك ولكني رجل شاب، يعني لست، فأخاف أن أقول لرسول الله كذا فلا يعطيني هذا الحق. وظل 10 أيام إلى أن جاءت البشرى بالإيه؟ بالإفراج، وأذن له أن يلقى رسول الله وأن ينزل عليه أن الله إيه؟ قبل الإيه؟ قبل التوبة. هذه المسألة تبين لنا كيف يكون إبعاد التأديب، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المؤدبين أهلا لأوامر يلقيها عليهم.
ده صحيح. ما دام جعلهم اهل لاوامر يلقيها عليهم يبقى لم يخرجهم عن حظيره اللي هو الطرد وابعاد اللعن، يبقى ده طرد الايه وابعاد التاديب. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلمه اللعن دي ساعه ما ترد انا استقراتها في القران وجدتها وردت 41 مره، وساعه تاتي هي العذاب، كان الطرد والابعاد ده والغضب وعمليه دي اقوى من النار، اقوى من النار. ليه اقوى من النار؟ السبب ايه؟ اما قال لك لانك حين تطرد وانت غضبان يدل اول ما يدل على ان دي ما هوش طرد تاديبي، وتصدر يبقى دليل على ان مفيش رجعه، مفيش رجعه. الانسان اذا ترك لشيء صامت ليعذب به كالنار مثلا يقول ربما جاء من هو مثلي فيحن علي ويعطف فيخرجني من النار. ليه؟ لان الذي يعذب به صامت لا عاطفه له، لكن يمكن ياتي من له عاطفه. فاذا كان الله والناس والملائكه والناس هم اللي لعنين، يبقى اسلمه الى غير ذي عاطفه، اسلمه الى غيره، لان دكه المسلم الى عاطفه يقول لعل قلبه يرق. يبقى لما يجي الطرد والابعاد والغضب والزجر ممن يمكن ان يتاتى منه عاطفه يبقى ده منتهى الايه؟ منتهى الياس ومنتهى الايه؟ منتهى العذاب. هؤلاء الذين كتموا ان تابوا تاب الله عليهم، ولذلك يقول الحق الا الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان كما قلنا، وبينوا ما كتموه. إذن أي إنسان يذنب ذنبا لا بد أن يصلح هذا الذنب من جنس ما فعل، يصلح الذنب من جنس. فإن فعل ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سرا، أما إن كسر حدود الله علنا، إن كسر حدود الله علنا نقول له لا تعصي الله علنا أمام الناس وتجرئ بالأسوة السيئة أناسا على أن يكسروا حد الله ثم تتوب بينك وبين الله سرا، يبقى لازم يكون إيه؟ علنا. يبقى لما يكون سر يبقى سر، لأنك لم تكسر حدا من حدود الله، لكن إذا كان علنا. ولذلك إحنا نفسنا نقول إيه بقى؟ تضربني في الشارع وتيجي تصلحنا في الحارة؟ الله إذا كنت أنت كده. فالذي يكسر حدا من حدود الله أمام الناس نقول له لا، لازم تعلن كده أمام الناس جميعا. ولذلك إحنا الحدود بنضرقها بالشبهة، لكن اللي يتعالم بقى ويجي يقر إنه عمل الذنب نقوم نسيبه؟ لا. طب اللي شهدوا عليها أربعة اللي عمل ذنب كده وبعد ذلك قعد يعمل الذنب باستهتار إلى أن يشهد عليه أربعة، نيجي نقول له برضه لا، ما نذرقها بالشبهة؟ لا، ده كسر الحد، كسر الحد علنا كده، يبقى لازم يقام عليه الحد. ما دام كسر الحكم علنا يبقى يقام عليه الايه؟ يبقى إذن إلا الذين تابوا، شوف، وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا للناس ما كتموه فأولئك أتوب عليهم. ومن لطف الله بعبده الإنسان إنه جعل التوبة علشانك منها تشعر بالذنب، جعلها من فعل التائب ومن فعل قابل التوبة، التاب وأتوب. مش زي ما تقول إيه أنت سيب ونسيب، هي تمام، ما هي الله يا سيدي، سيب ولا سيب. شوف الادب، شوف ربنا بيعلمنا علشان انا ما استشعرش انني لما اعمل ذنب واتوب ان دي يعني هيقول لك ما انا هتوب، انا هتوب وانا تواب وانا
تواب، لأنك ستتوب عن ذنوبك وأنا أتوب عن المذنبين جميعا. الله الله. فيبقى تواب ولا مش تواب؟ يبقى مبالغ في الصفة، مبالغ في الصفة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وأصروا بقى ما لهم، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قلنا الناس أجمعين وفسرناها، نعم، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. ساعة يأتي الحق في عذاب الكافرين يتكلم عن النار عذابا وعن الزمان خلودا، أعوذ بالله، ثم يصعد الخلود بالأبدية. يبقى فيه ايه؟ عذاب في النار، وفيه خلود، وفيه أبدية. عذاب الناس في النار يخدون على قدر ذنوبهم. يبقى إذن من العاصي الذي لم يتب إلى الله ولم يقبل الله توبته، يبقى من العدل أن يأخذ حظا من الإيه؟ من العذاب، ثم يخرج. يخرج الحق سبحانه وتعالى في مسألة الخلود. كل آيات الخلود بالنسبة للجنة أبدية، ولكن في مسألة عذاب النار الأبدية في آيات واحدة. في أبدية بس رحمته سبق غضبه، حتى في التقنين العذابي، إلا برضه هيبقى آبد. إنما في النعيم يقول أبدا 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 أبدا، وفي العذاب ما جابهاش إلا في سورة الجن. قال إيه؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومدام فيه مقيد يبقى يحمل كل مطلق عليه، كل مطلق من التأبيد يحمل على الإيه؟ على المقيد. طب ليه ما جابهاش كده؟ قال لك برضو رحمته سبق غضبه، حتى في التقنين للعذاب، حتى في التقنين للعذاب. هنا إشكال يرد في يعني في سطحية الفهم، حينما يقول الحق سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قل لي بقى النفس لما يكون في النار دي، طب ده انا باخد النفس الزفير ده عشان استروح بيه، طب ازاي اخده من النار ده؟ لهم فيها زفير وشهيق. طيب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها برضو ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. هنا بيقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وهنا برضو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. السماوات والأرض ليست هذه، لأن السماوات الآن والأرض الآن سماوات وأرض أسباب ومعاش، وفي الآخرة لا نأكل بالأسباب إنما بالمسبب. كن تبقى إذن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى ما دامت السماوات والأرض أي المبدلة، أي إيه؟ وحتبدل ليه؟ لأن السماء دي معمولة والأرض دي معمولة علشان دنيا المعاش،
لكن في الآخرة لن نعيش بالأسباب ولا بالحرس ولا بالزرع ولا بالمطر، وإنما بيكون طب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، كلام مفهوم. طب إلا ما شاء ربك، كأن الخلود تنقضه مشيئة، وما دام تنقضه مشيئة ما يبقاش خلود، مش كده ولا إيه؟ طب الذين شقوا، قال لك افهم بقى ويانا بتؤدى كده. فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا ألف في الجنة، وديك ألف في الإيه؟ في النار. يبقى إذن جزاء الذين شقوا في النار، يعني من أول أن يبتدئ الجزاء يبقوا في إيه؟ يبقى في النار دي أولية، وبعدين نهاية خلود. طب إلا ما شاء ربك، ألا أن الأشقياء ليسوا هم الكفار فحسب، بل برضو من المؤمنين عصاة، يبقى فيهم شقاء، يبقى سيدخلون النار على قدر حظهم من الإيه؟ من المعاصي. يبقى إذن ساعة تقوم الساعة وقت الجزاء يدخلون النار ليأخذوا إيه؟ جزاء. إنما بعد ما يأخذوا حظهم من الجزاء يخرجون ولا لا؟ إذن فسينتهي الخلود من آخر الزمن. يبقى إلا ما شاء ربك ألا يستمروا. طيب والتانية والجنة، أم قال لك الاستثناء هيبقى من الأول ليه؟ قال لك لأن المؤمن الذي عصى الله مش هيجي من أول الأمر يدخل الجنة، هياخد شوية في النار وبعدين يبقى الخلود بتاعه نقص من أوليته، ودكها الخلود نقص من إيه؟ من آخريته. يبقى إذن إلا ما شاء ربك، لأنه إيه؟ لا خلود له لأنه مؤمن عاصي مش هيخلد في النار، والتانية إلا ما شاء ربك لأنه مؤمن عاصي مش هيدخل الجنة من الإيه؟ من الأول. يبقى إذن إلا هنا الاستثناء، استثناء الزمن من أوله أو استثناء الزمن من آخره، ولذلك لا تجد إيه؟ لا تجد تناقضا في الآية. ما شاء الله ما شاء الله. خالدين فيها، وعرفنا الخلود بأنواعه، لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب. يعني العذاب حينما يعذب إنسان بشيء، مرار العذاب على مرور العذاب عليه يمكن يخليه يعني يألفه، يوم لما نيجي نقول له لا ده ياخد شدة، ياخد شدة، يعني مش ياخد خفة. طالما هو عذب ما تقولش بقى ان مدام مش هيخفف عنه يبقى ما انتهيش، نقول له لا، التخفيف لا علاقة له بالزمن، التخفيف صعوبة الحدث في ذاته، نخففه عنه، صعوبة الحدث في ذاته نخففه عنه، انما زمنه ملوش دعوة، والخلود خاص بالايه؟ بالزمن. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ايه؟ ولا هم ينظرون. طب ينظرون يعني ايه؟ الانظار الامهال، لا يؤخرون عن ايه؟ عن عذابهم، او لا ينظرون اي لا ينظر اليهم. هناك آية لا ينظر اليهم ولا ايه؟ ولا يكلمهم. الله، لان النظر بيعطي شيء من ترقيق الحنان، النظر يعطي شيء من ايه؟ فلا ينظر اليهم. طب وليه قال لا ينظرون؟ ام قال لك لانك قد تتجه جهته فتنظره اعتباطا، ولكن النظرة لا تتجه عطفا عليه، فهو يقول ولا ينظر ولا يجي جهتهم خالص. ليه؟ لان النظرة قد توحي بالعاطفة، يبقى لا ينظرون يعني لا ينظروا ايه؟ اليهم. طب وليه قال لا ينظرون ولا قالش ايه؟ لا ينظروا اليهم، لان قلنا ان النظر مرة تقصد بالنظر اليه، ومرة يكون انت بصرك متجه له انما ما تقصدش اليه، ولك حتى ولا يتجه جهتهم وان لم يكن النظر اليهم. ليه؟ لان ربما يقع النظر ايه؟ فكأنهم اهملوا اهمالا لازم.
وإلهكم إله واحد. تلك هي قضية الحق الأساسية. وإلهكم إلهكم يعني المعبود إله واحد. هذه قضية قبل أن يوجد كفر، يعني الواقع أن الإله إيه؟ واحد. فحين يقول بعدين لا إله إلا هو، تبقى دي قضية تانية. يبقى غفلة الناس هي التي التفتت إلى آلهة أخرى، أما القضية الأساسية الإله إله واحد. فحينما يقول لا إله إلا هو، يبقى معناها أنه طرأ على تلك القضية أن اتجهت النفوس إلى آلهة أخرى. يبقى القضية الأساسية إيه؟ إله واحد، لا إله إلا هو. إحنا قلنا إن واحد دي يعني ملوش تاني، ملوش تاني. وقلنا يجب أن تفرق بين واحد وبين إيه؟ أحد. برافو. بين واحد وأحد. واحد يعني ملوش اتنين. فمنع الفردية، وأحد يعني مش مركب. قد يكون واحد برضو إنما إيه؟ والمركب أجزاؤه في حاجة إلى بعضها، فهو ليس من هذا الإيه؟ ولذلك قلنا له كل وله كلي. قلنا له كل وله كل. ايه الكل وايه الكلي؟ قال لك كلمة كل تبقى تقابلها ايه؟ جزء. وكلي يقابلها ايه؟ جزء. يبقى عندنا ايه؟ كل وكلي. يقابل الكل ايه؟ جزء. ويقابل الكل ايه؟ جزء. ايه الكل وايه الكلي؟ الكل أن يجتمع من أجزاء كل جزء، كل جزء منها لا يطلق عليه إله. يعني مثلا نجي للكرسي، الكرسي كل مكون من إيه؟ من خشب ومسمار وغيره وبوية جملكة مثلا. دي أجزاء ولا لا؟ أيمكنك أن تقول على الخشب كرسي؟ الخشب كرسي؟ لا. أيمكنك أن تقول على المسمار كرسي؟ لا. أيقال للغرة كرسي؟ لا. يبقى كل جزء لا يطلق على الكل، بل الكل ينشأ من اجتماع إيه؟ إلى الأجزاء كلها ويا بعضها. لكن الكل يطلق أيضا على أشياء كثيرة، بس كل واحد منها يحقق الكل. كلمة إنسان كلش أجزاء، جزئياته إيه؟ محمد وزيد وعمر وبكر وخالد. طب لما تقول زيد إنسان صح ولا لأ؟ وعمر إنسان صح ولا لأ؟ يبقى إذن لما يجي يطلق على الجزئي الكلي، نقوم ده نقول إيه؟ ده كلش. حين لا يطلق على واحد من المكونات دي الكل، نقوم نقول ده إيه؟ ده كل. يبقى ربنا له كلي وله كل. له كلي يعني ما فيش أفراد، ده إله وده إله وده إله وبعدين عمله، لا. وليس كلا لأنه مش مكون من أجزاء بحيث تجتمع الأجزاء دي وتكون ربنا، لا. يبقى لا هو كل لأنه أحد، ولا هو كلي لأنه واحد. الله الله سيد. يبقى عرفنا دي. يبقى ليس كلا لأنه إيه؟ أحد. وليس كليا لأنه واحد. يبقى الأحد رايح لأجزائه، وواحد رايح للأفراد. فبيقول إيه القضية بقى الأساسية؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. لا ينفي ويقول لا إله إلا هو إلا حين توجد غفلة فتعطي الإلوهية لغير الله، أو تعطي الإلوهية لله ولشركاء معه. فبيقول لا إله إلا إيه؟ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن
الرحيم. وليس شيء غير الله إلا نعمة أو منعم عليه. ما دون الله إما أن يكون نعمة أو منعم عليه بالنعمة. ودي كلها نضح الرحمن ونضح الإيه؟ نضح الرحمن ونضح الرحيم. يبقى مدام كل شيء ما عدا الله إما نعمة وإما منعم عليه. لا يقال في النعمة أنها تبقى إله، ولا يقال في المنعم عليه لأنه إله، لأن المنعم عليه معناها أن غيره أفاض عليه نعمة. يبقى ما دام غير الله إما نعمة وإما منعم عليه، يبقى إذن لا يمكن أن يكون إله. ليه؟ لأن النعمة موهوبة مش كده، والمنعم عليه موهوب إليه. يبقى إذا كانت هبة أو موهوبة إليه يبقى ما تنفعش إنه يكون إيه؟ إنه يكون إله. إذن فالذين يفتنون إنما يفتنون في الإيه؟ إنما يفتنون في الأسباب. وبعد ذلك يلفتنا الحق إلى خدمة هذه القضية بقوله سبحانه: لننظر في الكون وننظر في الكون اللي هو النعمة اللي موجودة لنا دي. وبعدين أنت يا منعم عليه بهذه النعمة، يا من أنعم عليك بهذه النعمة، إن وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها له، لأننا كما قلنا يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك مع من أشرك معي شيئا فهو لشريكي. أنا متنازل عن الحكاية دي كده ولا لا؟ يقول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض دي المكين في الكون، وفيه الزمن الليل والإيه والنهار. فبيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض دي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. دي عملية صعبة، يعني مش عملية سهلة. خلق السماوات والأرض بالموازين اللي موجودة فيها دي، سماء بلا عمد، أرض ممهدة وفيها كل العناصر. الله، كل هذه المسألة يجب أنك أنت كنت تتنبه. أنت لم تخلقها ولم يدعي أحد أنه خلقها، وما دام لم يدعي أحد أنه خلقها وأنت لم تخلقها، يبقى إذا قال خالق لها أنا خلقتها يصدق إلى أن يقوم مدع آخر ليقول: لا أنا الذي خلقتها. ورغم الكفر ورغم العناد لم يدع أحد هذه القضية أبدا، فسيظل الملك لله إلى أن يوجد أحد يقول: لا أنا للملك، ولم يوجد إلى الآن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.